هو تناشف على الجواني يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخلينا ابو قاسم. اهلين وسهلين. انه شو عم تاكل انت؟ كل مالك هيك عم تصير شب؟ اللهم صل على سيدنا النبي. الله يحلي ايامها. شو هالشوارب؟ لك شو بدك هلا؟ لك يا روح عم بقول لحالي ايش كان فيني يعني فوت الكبله على راسي طاستين ما يستخرب معي شوارب. من زمان احكي الحكي، فوت انضرب على قلبك. روح ابو قاسم روح. يلا. ابو قاسم عدم مؤاخذه، انت مروق بهذا الحمام ولا حمامك هذاك احسن؟ هلا كله حمام، بس اللي بتفرق انه هذا الحمام انا مستكري كري، هداك ملكي والملك لله. عدم مؤاخذه يعني، بس حمامك ما صار له شيء، هيك ولا مو هيك؟ ايه هيك. عم قول يا حالي يا ابو قاسم، انت ما دام عندك حمام، ليش ما بعته واشتريت هذا الحمام؟ مو احسن ما تستكري؟ هلا انت لوين بدك توصل؟ شنو الله وكيلك، انا بدي مشانك بالحاره عم بيقولوا انه ليش ابو قاسم استكر هذا الحمام وعنده حمام اللي كان يبيعه ويشتري هذا الحمام، وعم بيقولوا كمان انه انت عدم مؤاخذه يعني اللهم صل على النبي عندك ملكانات وارزاق بتعيشك لولد ولدك يا ابو قاسم. لك هلا افوت اصفح حط طاستين على حالك وخلصنا بقى. فايت فايت صل على النبي. خليني معك خليني معك خليني معك. لك شو هالقصة هي؟ العمى على هالزلمة ما بقى إلا يشاركني بمال كناتي. يخرب بيته شو عينه ديار. ولك أنا أدعلك يا نادم. لك والله أطلع بروحك والله. لك والله أنا أدعلك يا نادم. لك شو في شبك؟ راتب الواطي قتل لي أبي. لك شو عم تحكي أنت؟ وراتب شو دخله؟ عطاني دواء أول ما أعطيته لأبي طف ساكت. يخرب بيته على العملة. والله اطلع بروحه والله. ولك والله اطلع بروحك يا راتب. يا باطل. لا حول ولا قوة الا بالله. شايف لك شو اللي عم بيصير بالحارة؟ شو اللي عم بيصير؟ ابو علي هلا كل حارة عم تقول اغاني بتقتل بعضها. لك اطرحك ضربة حطمك هلا. انت هادي اللي بيهمك فلان قوي وفلان مو قوي. لك في زلمة مات مات بتعرف شو يعني؟ شو يعني؟ ايه بعرف شو يعني مات. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. طلع لك عرق ولا لسه؟ ما بقى راح اطلع يا ما يا ترك رفاه اطلع بروحك ما بقى اطلع. ايه؟ اعترف حالك انت وياه، انت قتلت لي ابي. والله لا تخرب الدنيا فوراتها. انا قتلت لك ابوك؟ شو عم تخبص انت؟ ايه انت اعطيتني دواء غير المكتوب بالراشدة. اول ما شربوا ابي طب ساكت. والله لا اطلع بروحك والله. اطلع ورجيني حالك ولا اطلع اصلا ماني بنزل فور راسك اطلع. طولوا بالكم يا جماعة، انتم متأكدين من هذا الحكي؟ ايه انا متأكد، لانه ابي اول ما شرب الدواء طب ساكت. ولك هذا الواطي قتل ابوه. انا عملت له الدواء صح، انت اللي غلطان. كذاب. انا كذاب؟ انتم بعدكم ما رح تجوا بالسوق. راتب راتب قرب له روح قرب والله قرب والله اطلع بروحك والله قرب. مصطفى ما بدي اذيك. ها لك يا باطل يا راتب. وقف انت وياه. عمي بسام شوفي زعيم راتب قتل ابي وطالع من هول اطلع بروحه. ما وحى يا بسام ما وحى. عيدو طب لي خنجرك لشوف. طب لي خنجرك. امرك وانت راتب طب لي خنجرك. امرك زعيم. الله يا رب. ها ها احلى منظافه يا سعدو. ايه والله غيتوا نعيما عمي. الله ينعم عليك لحم والدينا ووالديك. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. شرف استريح عمي. حط عمي حط فيه لسه قصة برد والله. حط الله يطول عمرك. يلا يا رب. سلمون سلمون. عمرك. عم ابو قاسم قول له للصالة تبعك معيتك كاس شاي. هلا بدك ياني انا اطلب لك كاسه شاي؟ ما تنضرب على قلبك تطلب لحالك. لك شو بدك ابو قاسم؟ صلي على النبي اعمل لك اشكال ما في اسئله يعني ولو؟ جيبوا له زهرمان بخاري تهري مصارينه. صحتين وهنا على البغى ابو قاسم. بس اوعيك ودرمان بمشيها ما بقدر اتصورها. لا يا ابو قاسم عم تلعني؟ ايه بدي العك.
ورجلك بدي اكسرها اذا بدي اشوفك هون بالحمام. ايه شو علي يا ابو قاسم؟ رح روح انا رح اتقلع، بس باذن الله وعن قريب انت كمان رح يقلعوك من الحمام. اضبط معي بعد هالامر، روح اشتغل صانع تحت ايدي ولد. انا بدي ارجع لمصلحتي، بدي ارجع لمصلحتي، واللي بده يصير يصير. اساسا رجلي شو ما اشتغلت ما رح تساعدني، انا رح احاول داريها. والله مو عرفانه شو بدي اقول لك، اعملي اللي بيريحك، بس لازم تداريها لانه مو ناقصنا نرجع على المشفى. اعوذ بالله، على المشفى ما يراجع بنوب. خلص رح ارجع لمصلحتي وداريها، احسن من القعده بالبيت. معناتها من بكره الصبح بتروح بتدور على شغل بمصلحتك، بركي الله بعدي اسمه بيفتح بوشك. يا رب يا رب، احسن من القعده بالبيت. بالاخر شو ما اشتغلت احسن من القعده بالبيت، لو فوق منها ما معنا ولا فرنك. الله يسامحك يا أخي، طيشك خرب علي حياتي. لو ساويت عرس كنت هلأ مع عزام. يا خسارة، كيف بيي كمل حياتي وانسى؟ بكرة بصير بايرة وما عاد حدا بيدق بابي. لساتك سهرانة؟ اي والله ما اجاني نوم. روحي الله يرضى عليك اعملي لها لقمة عشاء. روحي. حاضر اخي تكرم. صبضيت لي اياها شهوة او بكي. خليك ابن عمي نكسر السفرة سوا. ما بقدر حبيبتي، بدي اروح الدكاني. رح يبقى عندكم عزامي لبيلكم طلباتكم قبل ما يروح. طمنيني لي لشوف، إن شاء الله صرتي أحسن. الحمد لله منيحة، وشوفتك مشقيت مني بصير أحسن. لك تسلمي لي يا ست الستات ويا تاج راسي. حبيبتي أنا بدي رياحتك، أنا ما بدي إياكي تشتغلي شيء، بتضلي بغرفتك وكل شيء بيوصل لعندك. لا أيوه، ما بقدر ضل متسطحة، تعرفني أنت بدي خلقي من قعدة السرير. ما تخاف علي أنا منيحة. عوايدك بعرفها، بتحبي تشتغلي كل شيء بيدك. يا حبيبتي ديري بالك على حالك، أنا إن شاء الله قبل الظهر مر بطمن عليكي. بخاطرك يلا، تسلميلي تسلميلي. الله معك، مع السلامة. الله يرزقك وييسر لك أمرك يا حق. صباح الخير يا بي، شو ما بدك تشرب القهوة معنا؟ صباح نور يا بي، صباح نور. ليش علي؟ نشرب القهوة على الماشي. تفضل يا عزام. صباح الخير يا بي. صباح الخير. رضاي عليك يا بي، روح على الأزازي اشتري الدواء لأمك، ومر على السوق شوف شو بدهم أغراض. ايه تعال عندي على الدكان. ايه من عيوني يا بي. كيف أمي اليوم؟ لا منيح الحمد لله، ماشي حالها. ايه ألف الحمد لله. يا بي ايش كان بدك؟ خليك أنت عند أمي وأنا بروح على الشغل بدالك اليوم. لا يا بي لا، أنا بروح بذات نفسي بتطمن على الشغل. مسيك يا بي مسيك. يلا السلام عليكم. الله معك يا بي. الله يسلم يا مو. سعد لي صباحك.